مساعدين اجانب ومدرب لياقه، وانتم الكادر المحلي انت وحضرتك والكابتن رحيم حميد. شلون اليوم العلاقه هذا الكادر الجهاز الفني ويا الجهاز الفني الاجنبي؟ شلون توصفها انت؟ شنو المواقف اللي صارت بيناتكم؟ شنو الطلبات اللي طلبها منك ادفوكات يعني معينه بالتدريب او فت حاله طريفه صارت يعني؟ لا هو يعني ناس جدا مهذبين جدا جدا محترفين الى ابعد الحدود. مدرب عالمي اشتغل ويا منتخبات وانديه كبيره وكادره ايضا الهولندي الثاني، هم اثنين من هولندا واثنين من مونتينيغرو نيوزلافيا، والثاني رجل يعني جدا جدا محترم ولطيف جدا وقريب مني جدا. قريب إيه؟ اللي هو مدرب اللياقه؟ لا مو اللياقه، لا واحد من المساعدين. إيه بيتكوفيج هو واكو مساعد ثاني بوت اسمه بوت كبير. يعني دائما يمدح بعملي دائما يمدح بعملي، وهذا شيء جيد طبعا. الحمد لله اكيد يعني الحمد لله. والمدربين الاخرين مونتينيغرو، المدرب اللياقه انسان بسيط جدا صغير بالعمر 40 سنه، والثاني هو مدرب هو اساسا مدرب يعتمد عليه يعني المدرب ادفوكات. فعلاقتنا طيبه بيهم، علاقتنا طيبه جدا بيهم. يسمعون لكم انتم تطون ملاحظات؟ بالنسبه لي لو شوي بعد يحتاجون. انا يعني بس اي يعني فكره. نعم انا مستحيل ادخل بشيء اسمه لاعبين، ما لي علاقه. ما لك علاقه. هسه اذا هو يريد يسمع رايي او يريد رايي واحد ثاني. بحث بس عمري ما ادخل، يعني عنده مساعدين وعنده مدرب مساعد. نعم كابتن رحيم. كابتن رحيم انا عليه بعملي بس حراسه المرمى. في عملي ماكو تدخل نهائيا بالنسبه لعملي، يعني حتى مره من المرات من اجى احمد باسل التحق قبل لعبه كوريا. فاني ما اعرف ثقافاتهم، ما اعرف شلون نظامهم. فمساله يعني طبيعيه جدا، مساله يعني عمل احترافي، فتبلغه من الحارس الثاني. فمن بلغته قلت له هو لحد الان ما يعرف اسمائهم، ما يعرف بعد ما يعرف مواصفات، هذا ما عنده شعر، هذا طويل، هذا طويل، على الرقم على الرقم الفاني له. فمن قلت له قبل المباراة، هذا حكي يعني بالملعب احنا. نعم. قبل ما تبدي المباراة. فقلت له يعني هالشخص راح يكون هو الحارس البديل الاول. نعم. قال لي هذا عملك انا ما اتدخل. ها. اي قال لي يعني منطيك حرية كاملة. 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 هذا شيء جيد. يعني من ينطي ثقة لمدرب حراس محلي. انا قلت لك في البداية، قلت لك في البداية هو كان اول يومين كمدرب محترف. يريد يراقب، يريد يعرف منو هذا مدرب الحراس، يريد يقيم الوياه يعني. إيه؟ منو هذا مدرب الحراس العراقي؟ هو كادر كله اجنبي، وكان بامكانه يجيب مدرب حراس. نعم. بامكانه ما حد يقول له لا. فراد يعرف يعني من 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 بلغوه انه عندنا مدرب. نعم. حراس عراقي، راد يعرف شنو. نعم. هذا له شيء يعني هالشخص هذا. نعم. فاول يومين انا حسيت وشفت متوقع. متوقع اكيد راح انتم يعني تحس اليوم اكو انسجام، انا هذا دارد اوصل النقطه انه اكو انسجام وتواصل.